كابتن باشمهندس، الحمد لله على السلامة. وحشني 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 وحشني. ازيك يا باشمهندس؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلم سيادتك. اخبارك ايه؟ الحمد لله يا كابتن. انا عارف ان انا اخذتك من اسكندريه والبحر والاسره في الوقت دي. انا تحت امرك، ربنا يخليك. تحت امرك. طمنا اخبار نادي سموحه ايه؟ زي الفل زي الفل، كله كويس. نبص كده نقف شويه كده، ايه الاخبار النادي؟ النادي زي الفل، ماشي تمام وكل حاجه تمام والدنيا بتتصلح والنادي بيرجع وكل حاجه ماشيه زي الفل. طيب الحمد لله. انت عاجبك حال الرياضه المصريه بصفه عامه؟ صعب صعب صعب، خاصه كره القدم. طبعا مش عايزه كلام. هل في نادي يلعب لحد هذه اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها لسه الموسم شغال والناس كلها بتعد نفسها عشان الموسم الجديد؟ مظبوط، الكلام ده ارهاق كبير قوي على اللاعبين، ومفروض ان اتحاد الكوره ينظم الامور اكتر من كده. لازم يبقى في فتره ان اللاعبين يعني تاخد راحتها وتسترد عافيتها، وعلى الاقل اسبوعين او ثلاث اسابيع لازم ينقطعوا تماما عن لعب كره القدم، وبعدين يتعمل لهم برنامج تدريجيا عشان يقدروا يدخلوا الموسم. مفيش حد يقدر يواصل ابدا او يستمر بهذا الشكل. انت عارف السنه اللي جايه هيبقى في لعيب الكوره في مصر هيلعب كام مباراه في السنه؟ السنه دي انا عارف ان الاهلي لعبوا 58 مباراه. لا انا بتكلم على الموسم الجديد، اعتقد اكتر لان في مسابقات اكتر. 85 مباراه. اه حاجه خيالية. لان تصفيات الامم الافريقيه، تصفيات كاس العالم، النادي الاهلي بيلعب في السوبر الافريقي والسوبر العرب والمصري، وبعد كده بيلعب في افريقيا، وبعد كده يعني هيجيب منين اللعيبه بعد طبعا كده. عمليه صعبه، لازم يكون عنده فريقين كاملين. لا ولازم يبقى في جدول. مظبوط مظبوط مظبوط، لازم نحترم اللي هي الالتزامات الدوليه، لان طبعا دي بتعمل الاهلي رفع الكره المصريه بشكل كبير قوي قوي قوي، فرح الشعب المصري، لكن عمل بطولات كبيره قوي بالنسبه لمصر، وحط مصر على صوره الخريطه العالميه، واحنا عايزين مصر تكمل وعايزين يفوز باقصى قدر من البطولات طبعا، لان كل حاجه بيعملها دي اضافه كبيره قوي للرياضه وللكوره. مش عايزه كلام. احنا سعداء انك موجود معانا النهارده كابتن، وانت قاعد كده بتشرب بفنجان الشاي، هتتفرج على تقرير صغير، ربنا يخليك، بقى هنغوص جواك ونعرف تحت امرك كل حاجه. تحت امرك انت، انا مش مهم. تحت امرك، انت عارف كل حاجه اوريدي يا كابتن. لا ما ده الناس اللي عاوزه تعرف. حاضر، اتفضل. شكرا.